استني، ممنوع انت تشوفيها ولا حتى تقربي منها. حماتك ناطرتك هنيك، روحي ساعديها ووقفي جنبها. يلا ستي معها حق سونو، لا تحكي مع اشكي. رح احكي مع ابوها لريا مشان يطرد اشكي فورا. ما في داعي ستي، ما في داعي نعطي كتير أهمية لموظفة بهالمنتجع. يعني في كتير موظفين بيشتغلوا هون، شو ما طلبنا أي موظفة بيخدمنا. أنت عم تهينا أكتر بأنك تخليها هون. شو إجينا لهون لنحكي عن موظفة بهذا المكان؟ خلونا نركز على الشيء اللي جايين مشانه. أهان معه حق، ليش لحتى نشغل بالنا بهيك قصص فاضية بلا طعمة؟ أصلاً بعد ما شفناها اليوم بهالحالة ما رح ترجع تطلع فينا مرة تانية ولا نشوفها مرة تانية. هي خطبة بنتي الوحيدة، ما بدي أي مشاكل؟ طبعاً يا أستاذ، أكيد رح نعمل جهدنا. طيب شكراً لك. ايه اشكي خليكي هون، انا طالعة لفوق. تمام، شو بك مبينة زعلانة؟ لازم تفرحي، هاد يوم خطبتك. ماما اهان ما شافني ولا حاكاني من لما اجينا لهون. يمكن هلأ مشغول، بس انتي لازم تخلي عينك عليه كل الوقت. يلا. ليكي جيني، التحضيرات كتير حلوة، مو مثل زواج ابني راج وأريضة. ايه عن جد. لا تخافي يا سونالي، إذا شافوا إشكي هون أنا رح أتعامل مع أمي. المهم أنت لا تخافي. شوفي تصميم كتير حلو. لازم اهرب فورا قبل ما يشوفني حدا. ست راديكا، ممكن نشوف خاتم الخطبه؟ ايه اكيد، تفضلوا. ليكي جيني، هذا خاتم حقيقي، مو مثل الخاتم اللي اشتروه لابني راج، بيشبه الخواتم اللي بيحطوها اكسسوار للموبايلات. مو معقول حكياتك يا سارلو، شو بيضحكوني كتير. مدام بتمنى يكونوا التجهيزات عزوئك، حبيتيهم؟ أكيد، هالتجهيز مرتب كتير. عفكرة عمي اللي بيطلع فيك بيحس إنه ستي مديرتك وعم تقيم شغلك. أكيد، هي ست الكل وزينة الحفلة كمان. تعرفوا، على قد ما أنا حبيتكم تمنيت لو عندي بنت تانية كمان حتى زوجك ياها. للأسف أنا حدا مو محظوظ. ولا يهمك، ما تاكل هم أستاذ، إذا كنت بتعرف أي بنت حلوة تانية دلها على كارتيك ابننا. أهان. أهلين. أنا اشتقت لك. كنت مشغول. نروح؟ إيه يلا. أنتوا عملتوا تجهيزات كتير. شكراً إليك. وهالتجهيزات شكراً. كتير حلوة، لازم نعطيكم تقييم 200 من 100. إيه أكيد حياتي، هاي الخطبة أحلى بكتير من خطبة ابني راج وبتستاهل 1000%. مزبوط كلامك سارلو، وفوق كل هاد إشكي هي اللي رح تضيفنا. الضيافة والحلو اليوم من تحت إيدين الجرسونة إشكي، معي حق جيني؟ مزبوط سارلو. لو سمحت. نعم أستاذ. أنت بتعرف إنه هالمناسبة كتير مهمة عندي، لهيك اجمع لي كل الموظفين اللي بيشتغلوا هون، حابب أشكرهم كلهم. شكراً أستاذ. تمام؟ إيه برافو. لأن عملتوا هالمناسبة بشكل كتير حلو، فأنا حابب أشكر كل واحد فيكم. شكراً، شكراً عن جد. أهان ابني، هاي المناسبة مو بس لنحتفل بأخذ هذا المنتجع،
كمان في مناسبة خاصة. لهذا السبب أنا عم أشكر الكل شخصياً. أنتي استني، هالبنت المميزة جهزت لهالليلة المميزة. بنتي أنا ما رح أخرك عن شيء. شكراً إلك أستاذ، بس عندي شغل. بترجاك؟ اليوم مفاجأة حقيقية، هي خطبة آهان وبنتي الغالية ريا. ألف مبروك يا أولادي. خطبة؟ مفاجأة. سيد فيري، أنت بتآمن بالحظ إن كان حلو أو بشر؟ إيه؟ حلو كتير هالحكي. لازم تعرف إنه في فال سيء بخطبة بنتك ريا، لأنه لو في 100 قطة سودا بالطريق مستحيل يقدروا يجيبوا الفال السيء لأي مكان بالعالم مثل ما بتجيبوا هاي البنت لوحدها. ماما بترجاكي، بكفي. خالتي، أنا ما فهمت شو عم تحكي الست سارلا. أنت لازم تشكرهم بالأول وبعدها طلب منهم يروحوا. أنا جبت معي هدايا للموظفين، بتمنى منك تعطيهم إياهم. مرت عمي، أعطيهم ياهم. تعي بنتي، يلا. أخي. أخي، قبل ما تبدأ حفلة الخطبة اتطلع بإشكي لمرة واحدة، شوفها مبينة مو منيحة، واضح كتير إنها زعلانة ومو مرتاحة. يا أخي، بتحس قلبها عم يحترق من جوا. أخي، كل شي بتمناه لك إنه ما حدا يخرب سعادتك وفرحة قلبك ويأذيك مثل ما أذيتها لإشكي. شكراً إلكم، فيكم تروحوا هلأ. لا، استنوا شوي، بدي منكم تشاركوني بحفلتي. أولاً هي عائلتي اللي أهم من أي شيء عندي. أنا دائماً كنت أحلم بشريكة حياة تكون الأولوية عند عائلتي، وكرمال سعادة عائلتي رح تكون جاهزة تعمل أو تخسر كل شيء. هي بنت واحدة بهذا العالم كله، ريا. الحقيقة أنا بكره المفاجآت، بس بدي خطبتي معك تصير اليوم وهلأ. أهان ابني، حتى ريا عندها حكي. يلا ريا، تفضلي احكي. رح صير مرتك ورح كون رفيقتك من اليوم. أنا بعرف قديش عائلتك مهمة بالنسبة إلك، بغض النظر عن أي مشكلة رح تصير. بتمنى يكون عندي القوة لضحي بأي شيء كرمالك أنت وعيلتك. حلو ريا. يلا يا جماعة، خلونا نبلش مراسم الخطبة ونحتفل. تفضلوا. يلا. وين الخاتم؟ كيف ضاع؟ كان هون؟ ايه طبعاً، هو مو كان هون ريا؟ بعرف مين سرقه. هاي أنا متأكدة إن سرقته، بعرفها حرامية لأنه هي اللي ضيعت الخاتم بخطبتها، صح جيني؟ إيه سر. طالعيه. بس هو مو موجود معي. معناتها وينه لكان؟
لا تصدقوها عم تكذب عليكم. سيد فيرين أنا بعرفها كتير منيح لهالبنت، أصلاً هاي البنت وحدة خبيثة ولازم الشرطة تاخدها. أنتوا غلطتوا كتير، ما كان لازم تخلوها تشتغل بهالحفلة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.